كتير فخور إني سوري، وكتير فخور إني ابن هاي الثورة. فرحت كتير وانبسطت كتير بجائزة مراسلون بلا حدود، بس طبعا هاي الجائزة ما بس لهادي، هاي الجائزة لخالد، لطراد، لوسيم، لشامل، لباس لشحاتي، ولكتير من الإعلاميين اللي استشهدوا وتركونا أمانة لازم نحملها. أكتر شي فيني أقوله إنه إن شاء الله رح نحمل هاي الأمانة ورح نكمل بدربن ونكمل على نفس طريق إن شاء الله.